حبايبنا فلوق جديد. ايه وين رايحين اليوم؟ احنا برمضان وراح نوريكم الفعاليات. اجواء رمضان، اجواء رمضان في مطعم ميشيغان اشتار، في مطعم اشتار في ولاية ميشيغان في نعم. امريكا. مو بس انتو، خلينا نروح هسه ويا اهلنا وناسنا ونشوف فعاليات والانشطه. بس اول شيء صور لهم اللبسه مالتي. اي باش اليوم لابسه مستعده. وعلى فكره قلنا المتابعين اللي بالتيك توك ارفعها شويه، قلنا لهم انهم يجون اللي حاب يجي يشوفنا، فكلش كلش متحمسه ان اليوم راح اجي والتقي بيكم. يلا تخبلين بس تعالوا خلوني اوريكم الكشخه. مو انا، شوفوا 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 هاي الكشخه هنا. شوفوا الكشخه، شوفوا يا سلام. صاير رشيق. الاولاد وينهم؟ بالسياره. يلا امشي، خل نروح للسياره بسرعه. وهسه حبايبنا صرنا بالسياره، وهاي الاولاد هنا. سي هاي. سي رمضان كريم. عندنا يزن نايم، وهناك ايلان، وهذا ارسلان، وهذا ايان، وهسه وهذا اني، وهذا انا، وهاي انا. وهسه متحمسين كلش شلون نلتقي بكم. من راح يجي؟ ما ادري، خلينا نشوف. يلا وصلنا حق مطعم عشتار، وهسه من برا قاعد نشوف زينة رمضان تخبل بالمطعم. هسه رايحين، طبعا الجو بارد بارد، وماكو ولا واحد منا لابس جاكيت. يلا يلا Let's go. الله اكرم. مرحبا، اهلين. زينين. هاي كيف دخول داخل. سو قعدنا هنا طاولتنا رقمها 12. هلا عيني، شلونك؟ كيف شخبارك؟ طبعا بس للفيديو انا كنت شايف. ليش يعني؟ ليش حتى هنا؟ شلونك؟ كيف هلا هبه حبيبتي، شلونك؟ ان شاء الله بصحه وخير. شكرا على متابعتكم ومحبتكم لنا، ربي يسعدكم. عزيزي ان شاء الله، عزيزي حبيبي، كل الهلا فيك. اوكي طبعا هنا عندنا يزن بردان. بردان يزن؟ واو، شوف الجمال. الله الله، شوفوا اجواء رمضان هنا زينه. طبعا ما شاء الله ناس كلها موجوده. اوكي، وهنا ما شاء الله تبارك الرحمن، عين الحسود بيها عود ان شاء الله. وهناك الشاورما مالتهم، وشوفوا الاجواء الرمضانيه. الشيء احلى شيء اني انا مطقمه مع الصحة نفس اللون. فعاليات ايلان. اجت الدودة، اجت الدودة، اجت الدودة، اجت الدودة، اجت الدودة، اجت الدودة. لا انت وين مالك؟ اجت اول شيء الشوربة. هنا هنا Okay, I'm gonna give you. Yes, it. You don't want shorba? Why? Absolutely. طبعا هذا كبيرة. بس اسكت. ولا لا شوف سوين. لا لا لا. غراضينه. لازم نخليه غرفة بروحه. حطينا له تي في هنا. قاعد يقول صبعي، قاعد يقول ليش؟ شلون يعبرون حياتي؟ هو والصينية مالته.
هيج المانجو خمط يلا هاي شوي. الحمد لله عندنا أرسلان متفهم الوضع وتمام. حبايبنا بلشنا الإفطار، هاي قاعد ناكل الشوربة تخبل مالتهم شوربة العدس. شوف هنا فين قاعد ياكل. جبنا المبنى بس عمود يسكت. شو 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 وصلت البيتزا للأولاد وبرجر. البرجر نعم يا زاني تيك يور برجر جيف مي يور اذر بليت يا هاي البرجر وهاي البيتزا. سو هسه بس اجى طلبية الاولاد. يا سلام شوف شوف احلى شيء البيتزا عندهم. اجى رمضان كريم. اهلا والله الله يحفظكم ان شاء الله. الله يعافيكم يا رب. سو صح للمشاوي. وعد كان خاطره بالمشاوي. شوفوا مشاوي عشتار شلون تخبل. هذا بس إلنا ماكو. نو 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 يو دونت اوردر ات تو ماما ات لوكس لايك ام سلام نو بابا. تذكرون اخر فيديو باليوتيوب قلت لكم نسيت ما صورت هالمره؟ لا قلت لازم اصور. صورت لكم كل شيء اليوم حتى لا تقولون ما صورتينا وليش. وهاي اجواء رمضان هنا. انا ميت من جوع. اكل اكل انت. انا خليني اصور لهم. بس شنو هاي الريال؟ شنو؟ شوفوا شلون الدب الحلق. شوري واو. تقول ليش؟ ليش؟ منو؟ منو؟ خبط. خبط. والله ما سمعته شنو قال. من ورا. تخبل تخبل. شوف هنا قاعد يلعب طوبة بتليفون أبوه. شوف شوف شوفوا الناس. كاري أوه لا اليوم اليوم مطعم عشترة مدلعيننا. تسلم. هاي شوربة شيلها خلي يمك منك. تسلم. هذا عندنا مساق الزغيون اللي كنت قاعد يقول لي ماما وديني الحمام وديني الحمام وكل شيء صح؟ لا يعترف يقول ايه صح؟ How many times you go bathroom؟ واو نودي رادي رادي والله ما خلينا نسوي. لا والله انت ما لك انت زينت بعدين زين. هسه نريد نسوي على اساس اليوم اخذت اخذ شعار بس قلت لي لا هذا لا نفس الشعار ولا هذا لا نفس الشعار. شوف كلهم شعرهم يجيهم شعار بعد 40 سنه. انت هو ما هذا طلع طلع هيك شعر. يوم الشاي مع منو؟ الشاي ابو ابراهيم في مطعم حسان. بس العراقيين يسوون. عراقي بالمطعم عشتار. اكيد اكيد. صحتين صحة وهنا. هاي نهاية مطعم عشتار. نختمها. مرحب فيكم مطعم عشتار. شر والله العظيم تسلمون والله ما تقصرون. ما تقصرون. اهلنا. بالسلامة. كل الهلا اهلنا وناسنا مع السلامة. وهاي طلعنا ورايحين على البيت وصارت الدنيا ليل. والاولاد نعسوا والمطعم يخبل والاكل مالته يخبل. وهسه خل نروح المطعم نروح على سياره. دنيا بارده. هلا حبايبنا. لا شنو وصلنا نهايه الفلوج. لازم ما تقول هلا حبايبنا. كل ما نفتح الكاميرا هلا حبايبنا.
اوكي وصلنا انا حبايبنا انا اقول المخرج والمنتج انا بس انا كاظم الكاظم اعزائي المشاهدين شنو وصلنا احنا وياكم لنهايه هذا الفيديو لكن خليني اوريكم شنو الجبنة ذكرى من مطعم عشتار بس تعرفون شنو اللي زعلان عليه ان ارسلان شوفوا لازم واحد داير لازم واحد يسوي حركه ولازم واحد يسوي المهم ايش رايك اول شيء شنو رايك بالاجواء الاجواء كلها حلوه رمضانيه الاكل روعه الاكل مو بس روعه اوه اللحم اللحم ابدا الشاورما رهيبه اللحم يعني كل شيء يخبل الشاي يخبل الخدمة تخبل الولد لهناك الله يحفظهم يخبلون ما شاء الله يعني ما شاء الله الله يحفظهم وشكرا سينان وشكرا لعلي البغدادي اللي هو صاحب المطعم نوجه لكم أكبر تحية شكرا لكم شكرا كثير كثير وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا بأجواء الرمضانية في أمريكا ميشيغان معانا بهذا البلوج انتظرونا ببلوجات جاية وقبل هذا لا تنسون يما الاشتراك بقناتنا الله يخليكم خليكم سووا تعليق اوكي حبايبنا يلا باي 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 نحبكم